ايوه معلمة، كاميرات التفين. ايوه شامبي، ازيك؟
الشغل بتاعك ده ما يمشيش يا جماعه. ده الدنيا ماشيه كلها اسلوبك كده، الشغل ما يمشيش معايا خالص. امرك يا بيه. وبعدين ناصر اللي عندكم ده كمان عاكك الدنيا كلها. اقسم بالله اللي هيخالف معايا لا هصفيه على وش الارض. يومين والدنيا كلها هتبقى تمام والشغل كله هيبقى على المظبوط يا بيه. 24 ساعه بالظبط البضاعه كلها هتكون عندي، قسما بالله هصفيك واحد ورا واحد. اتفضلي. بقول لك ايه يا هشام بيه؟ قولي يا حبيبتي. كنت عايزاك كده في موضوع. قولي يا بابا. موضوع ده ملاك. خير يا طب، في ايه؟ شكلها كده مش مظبوط. انت شايفه ايه يا؟ شايفه يا حبيبي انها بقت كارت محروق. وايه تاني شايفاه؟ وبرضه ده حاجه ترجع لك. بص يا حبيبتي، انا عارف ان رجالته وعارف الناس كلها اللي شغاله وعارف الدنيا ماشيه ازاي بره، تمام؟ وانت عارفه ان هشام ما بيتهددش من اي حد بره. انا شايل روحي وعجب جسمي على كفني. ماشي يا طمر. حبيبتي بعد اذنك، انت عشان عمر كبير وعارفه شغلي وطول عمرك دراعي اليمين. يا حبيبي وانا بعشقك من شويه. فاهدي شويه وبامر الله اللي في دماغي في الاخر هيتم. طب ماشي يا طمر. طب هقول لك على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. حطها تحت عينيك. انت يا واد يا مانجا، انت يا بوز الاف. نعم يا معلمه. امورين يا معلمه. فين الشيشه ولا فين القهوه؟ جاهزين يا معلمه، بقالهم ساعه جاهزين. طب وانت اللي مقعدك جنب يا بوز الفاق، قوم انجر روح حط. يلا قوم. تأمرين امر يا معلمه. حاضر. انت واد يا عدو. ست الكل. امورين يا ست الناس. امورك يا ست الناس؟ الشغل واقف والدنيا بايظه وتقول لي امورين يا ست الناس؟ اللي موقفه بس. اللي موقفه؟ اه. حضرتك ولا شايف شغلك ولا شايف دنيتك. بقول لك ايه؟ انت جاي تقعد جنبي. قوم يا قوم يا شوف شغلك. انت عارف؟ ايه؟ ها؟ لو احنا ما شفناش شغلنا هيحصل فينا ايه؟ هيحصل ايه يا معلمة؟ هشام بيه هيقطع رقبتك ورقبتك. رقبتي فلات يا معلمة. اه انا مش عايز رقبتك يا اخويا، اديني ودنك؟ ايه. ها؟ روح شوف شغل، يلا الجار. مالي يا جمالات يا اختي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ حبيبه قلبي. عامله ايه اخبار؟ الحمد لله زيك. مالك مفوره دمك ليه؟ العيال خلاص صوتك عالي ودمك فايد. مالك يا حبيبتي؟ زي الفل يا حبيبتي الحمد لله. مالك في ايه؟ الحمد لله. اما قولي لي ايه الحلاوه والجمال اللي انت فيه ده يا حبيبتي؟ شايفه لك شوفه يا بت ولا ايه؟ لا والله العظيم يا حبيبتي. ما انت كمان يا حبيبتي مش شايفه شغلك والدنيا بايظه وكله على دماغك. ليه يا جمالات يا اختي؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ يعني انت مش حاسه ايه اللي حصل؟ في ايه بس عرفيني؟ الدنيا واقفه وهشام بيه هيقطع رقابينا كلنا. يا ساتر. اللحظه. وانت يا اختي مش شاطره غير تعملي لي شعرك في المكياج في القصه. بقول لك يا بت. ايه يا اختي؟ شوفي شغلك معايا وصحصحي لي واديني كده ودنك، ها؟ وتشوفي لي الدنيا دي كلها. ده انت دراعي يا بت. من عينيا. ها؟ من عينيا يا جماعه. انا ليه بركه اللي امشي يا اختي؟ عيونك. هنتقتل كلنا. لازم تشوفي شغلك عشان تركبي العربيه اللي انت عايزاها. صحيح يا جمالات؟ صحيح. من عينيا يا حبيبتي. خلاص ماشي. عايزاكي تقومي كده تحضري لي لقمه كلها، سندوتش فول ولا اي حاجه، جعانه هموت. هي ديك الساعه يا حبيبتي؟ من عينيا اللي انت عايزاه حالا يكون عندك. ما تتاخريش عليا عشان عايزاك. من عينيا يا حبيبتي. استاذنك يا حبيبتي. عدتك بالعافيه. ما تفوريش دمك. ازيك يا سليم بيه؟ اهلا يا مها. ايه مش هتبعد عن ادهم بيه ولا انت عايز الدنيا تقيد حريقه؟ مين يولعها حريقه؟ انت طبعا. انا مش هولع حاجه، ما بعملش حاجه خالص، ولا اي دعوه بادهم بيه ولا باي حد. انا راجل في حالي. هو انت بتجيب المشاكل لحد عندنا والاخر تقول مفيش مشاكل وانا ما بعملش مشاكل؟ لا ده انت قس المشاكل. هو انت يا مها بتدافع عنه ليه كده؟ انت نسيتي اللي عملته علشانك؟ عشاني؟ نسيتي كنت ايه؟ كبرتك وخليتك ايه؟ برافو عليك. جت دافع عليه؟ ده انت وكستني. عملت ايه عشاني؟ غير الشر والاهانات والخيانه والكذب والنفاق. هو انت ايه؟ ما بتحسش؟ انت عايز مننا ايه؟ بقول لك لو ما بعدتش عنه هيذبحك. عارف يعني ايه هيذبحك؟ وانت عارف هو يقدر يعمل ايه؟ ما حدش يقدر يعمل معايا حاجه. خلاص مش هقول لك تاني. حدش يقدر. اضرب نفسك. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ اهدى اهدى بس واقعد.
في ايه؟ في ايه يا سنين؟ مفيش حاجة. الصفقة جت. صفقة؟ صحيح؟ في الجمرك. صفقة وبقى بيني. أدهم بيه لسه مكلمني دلوقتي وقال الصفقة جت وخلصها. صفقة ايه؟ رأيك؟ صفقة ايه؟ بتاع ايه يا راجل؟ أنتوا بتحلموا؟ مفيش حاجة هتتم. هو الغل ده مش هيروح منك. نظف قلبك، نظف قلبك. أنا قلبي نظيف. نظف قلبك. أنا قلبي نظيف. أنتوا مش عارفين مصلحتكم فين؟ مصلحتكم معايا أنا. على فكرة لو أدهم بيه عرف باللي أنت بتعمله هيخلص عليك. ماشي. والله هو ده الكلام اللي أنا قلته وهو ما نفضليش ودانه. طب وريني هيعمل إيه؟ حواليه. وأنا عارف أنا بعمل إيه. سيبيه، سيبيه. هو رايح لقضاء أصلاً. خلاص هي خلصت. لو انت صدق انا عايزاك تضحك كمان وكمان. علي الضحكه، علي الضحكه كده. كفايه كده على قديكوا الضحكه دي. يلا الايام بيننا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا سلام يا سليم بيه. باي 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 باي. يلا 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 يلا. انضف انضف. يلا انضف. يلا ايه؟ علا مش عارفه مصلحتها. قال ادهم بيه قال انا هوريك يا ادهم. هتشوف سليم هيعمل معاك ايه. والصبر قادم. بقول لك ايه يا هشام بيه؟ يا امورنا حبيبي. جاي بالك اخبار؟ اوعى. ايه هي خير؟ طول عمرك بتاعت الاخبار الجديده. حطيت لك عيني على بيتي كده. ايه وضعها ايه؟ عارف البنت اللي مع جمالات؟ تمام. بنت ناني. ايوه ايوه تمام. جبتها لك تحت باطي. طب ودي هنعمل بيها ايه دلوقتي يا طب؟ لا ما هي دي اللي هتحرق جمالات. فتح دماغك معايا. بقول لك ايه؟ انت عارف انا بحبك وبعزك قد ايه؟ سيبي كل حاجه دلوقتي خالص. ليه بقى؟ اطمن ان البضاعه جت. وانا اطمن واستتم. السيوفي ده نمره واحد في السوق. تمام؟ لازم انشيه واطلع انا نمبر 1 نمره واحد. تمام حبيبتي. ما هو ده اللي انا بصاله. البت ناني بت فوره. هي اللي هتلعب لك على ادهم. حبيبه قلبي ركزي معايا بعد اذنك، احنا ممكن نزرعها بعد كده. بس اخلص من البند الاولاني، البضاعه توصل واطمن. وسيب البيع على الله وعليا. عامة أول ما تقولي أوكي أنا بقول لها تعالي تعالي روحي روحي. تمام. وقت ما تقولي ماشي هتكون تحت رجليك. ربنا يخليك العين. تأمرني بأي حاجة؟ وكل في دماغي يمشي. حبيب قلبي تأمرني بأي حاجة؟ حبيبي ربنا يخليك العين. اتفضلي. بقول لك إيه؟ وراك إيه النهاردة بالليل؟ يعني إيه المتاح يعني؟ يعني سهرة حلوة كده. والله رن عليا على الساعة 9 كده وانا اقول لك ايه اللي هيتم يعني. انا شايفة حاجة كده شكلك كده. انا حاسس ان في عندك هنا جديد، في اخبار لسه ما اديتنيش المعلومات كلها. بس يا حبيبي انا شايفاك متغير قوي. انت عارفة الشغل اللي فيه مش بالسهل يعني. يا حبيبي انا كنت اول ما بقول لك سهرة ما بتصدق، دلوقتي مش عارفة. عايز اخلص من البند ده. ادهم السيوف يا حبيبتي ده لازم الفينا على وش الارض خالص. ما يا حبيبي ما انت لازم. طب قول حبيبي ركز معايا الله يرضى عليك. حبيب قلبي ما انا عايزه اسهرك سهره عشان تقوم منها. اقول لك على حاجه حلوه ونتفق. أيوة. وطول عمرك راي وشوره بينا وبين بعض. ايوه. اصبر عليا اخلص من الموضوع ده والبضاعه توصل لاطمئن قلبي. وعد من هشام نمبر 1 في السوق نمره 1 مفيش حد الا انا مش هسهرك في مصر. خارج القطر خالص ما تقلقيش حد. انت شايف كده؟ بأمر الله. الو؟ ايوه ادهم باشا. ازيك يا حمد بيه؟ الله يسلمك. لو سمحت الصفقة خلصت؟ مضيتها واستلمتها؟ يا استلمتها
ووزعتها على التجار، والتجار زمانهم خلصوا ووزعوها. يعني انت مضيتها بنفسك؟ طب مها وسليم عاملين ايه؟ مها كويسه. بقول لك ايه؟ سليم اخباره ايه معاكم؟ سليم اللي مش كويس، قلبه اسود من ناحيتك. طب ارفضوا 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 يا حمدي بيه. ده لازم نشوف له مصيبه نحطه فيها. تمام يا باشا. وما تنساش، لا ما تقوليش كلمه باشا دي، ده انت اللي مربيني، ده انت كنت صديق الوالد، عشان كده ائتمنتك على كل حاجه. انت ابني وانت عارف. ربنا يبارك لي فيك يا حمدي بيه. تمام يا حمدي بيه. عامة انت ليك افضل عليا، انت زي والدي. تمام كده؟ وانت شايف اللي انا مش شايفه. تمام كده؟ طب عامة يا حمدي بيه، اعمل لي اجتماع بيهم وانا جاي لك حالا. ماشي يا باشا. ماشي. تمام ان شاء الله. حاضر. ماشي. مع السلامة يا حمدي بيه. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. سلام يا حمدي بيه. والله يا عم حمد ده راجل طيب قوي 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 قوي. صباح الخير يا ست هاني. صباح العسل. شرفت. شرفت. اتفضل. فين نصك التاني؟ غلطة. ازيك يا ست هاني؟ اهلا يا غلط. عاملة يا ست الكل منورة. مبسوطة. ليه بس يا ست هاني؟ غموني وسنجة ينفذ. خذلتوني قدام الباشا الكبير. ولا عاش ولا كان يا ست هانم اللي غزلك. كلمتي عمرها ما تنزل الارض. انت عارفه غلط يا ست هانم. هو ما قالكش؟ ولا اي معلومه وصلتني يا ست هانم غير القديم اللي انت وصلتني بيه. يا ابني انت شارب حاجه يا ابني؟ ده مش قايل لك كل حاجه واحنا جايين في السكه؟ انت اتكلمت على كلام قديم، ما اتكلمتش على كلام هي وصلته جديد. هي عارفه الست الكل عارفه انا بقصد ايه في الكلام. فوق معايا يا زلطه، ما تضربش في داهيه. بقول لك ايه؟ اسالت مين فيكم؟ انتوا بتمرجحوني. انت عارفه ست هانم اللي عندنا احنا ما نقدروش نعمل معاك اي حاجه غلط. انت اموري يا ست الكل واحنا ننفذ. ماشي. زلطه مش جديده عليك يا ست الكل. انت عارفه زلطه بتدحرك كده. عشان كده ما تقولش كده برضه. فين المحامي السته بتاعكم؟ ما بشوفوش بقالي يومين. ابعتهولك يا ستان النهارده يكون عندي باذن الله. بص انا هوصيكوا على حاجه. امور يا ست الكل، ودي اخر عمليه بينا لو ما نفذتوش. عيب يا ست الكل، عيب يا ست. ما بشوفش منك غير دي، نفسي اشوف حاجه ثانيه. البضاعة دي لازم تتوزع النهارده. شوفش وشكم لما تخلصوني منها. عونا يا ست هاني. بس كده استنم. تأمري بأي حاجة تانية؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12. الساعة 8 تكون عندي. من عيون. الله الساعة 6 يا ست هاني ما تلاقيني بقول لك مساء الخير يا ست الكل. عندك حق، مبلبح حاجة. خلي الضحكة دي تبقى على جد يا ست هانم. يلا بينا يا زلطة. يلا بينا يا سنجة. واد يا عربي. أنت يا. أيوة يا ست هانم. أموريني. العيال ديت لازم تكترها لي. شميتي حاجة منهم؟ شم ريحة غدر. طب هي جمالات. هي في غيرها. طب وبعدين في جمالات دي؟ لا اصبر. وقتها جاي معايا. متأكدة؟ طبعا. خلي بالك دي ناس معلقين قوي قوي قوي. عارف. هشام ايه؟ عارف. عشان كده اتغير معايا. وبتحلم. هو انا نايمة على قفايا؟ عيب عليك. ده انا طمر. كويس الانتفاء يا طمر. عشان تعرفي برضو العربي في الخدمة. وبعون الله هخلصك منهم كلهم. تعجبني. هيكون احسن من اللي قبليهم. ديك بتقول. قوم انت عشان تلحقهم.
عارفه اوزعه فين النهارده؟ لا عشان كده بقول لك اكتره. عيون يا ست هاني والله وقعت يا جمال. وقعت غد خلص هيحصل بالاذن دلوقتي. شوفك بالليل. والرجاء وقتك يا جمالات بقى. انتي عايزه تاخدي هشام باشا مني؟ ما كنتش ابقى طم وحياه امي لوريكي. بقول لك ايه يا سليم بيه؟ ايوه يا ماما. تعرف تبعد عني انا وادهم باشا عشان احنا على وشك نتجوز. يتجوزوا؟ هو ادهم ده بتاع جواز يا بنتي؟ جواز ايه؟ كلام فاضي ايه؟ جواز ايه وكلام فاضي ايه؟ انت واحد حشر نفسك فينا ومهما نقول ونعيد انت عايزه هتبقى نار ودمار. بس هقول لك على حاجه، لو فضلت تكابر كده على طول معانا اخرتها موت. بص يا بقى، الخيوط كلها معايا انا دلوقتي. ادهم ده راحت عليه عشان تبقى عارف انا المستقبل. ويكون في علمك ادهم ده هيجي في الاخر يبوس ايدي. انت ما تعرفيش انا ظبطت علاقاتي كلها بره، مظبط الدنيا كلها. وبعدين عايز منك حاجه بسيطه قوي. اتفضل. قدام الخدمات اللي انا عملتها لك، شوف في شويه مستندات واوراق في الدرج عندي، هاتهم لي. روحي زي ما انت عايز اعمل اللي انت عايزه تعمليه، مش عايز منك حاجه تاني. شركات؟ شركات ايه وشركات انت؟ وانت فاكرنا هبيع ادهم عشان خاطرك انت؟ يا بنت اسكتي، عامله كده عشان الجواز؟ هتجوزك. وانا لو قلت لك ان انا ما بطاقكش اصلا وما بحبكش وانت طول عمرك انت اللي بتجري ورايا وبتبوس ايدي عشان اكل ليك؟ يا بنتي من امتى الكلام ده؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ايه اللي انا نسيته؟ ايه يا ماما؟ ده انا مربيك وانت صغيره كده. كل اللي انا عايزه منك تجيبي لي اوراق وخلاص يا ماما. وانا مش هجيب حالك ومش هبيع ادهم لاي حد اتخلق. انت فاهم ولا لا؟ كلام فاضي. ايه 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه ما انا بكلمه على الجواز ومختلفين شويه. جواز ايه؟ جواز ايه؟ امال ايه شركه ايه اللي عايز تعملها؟ كويس ان انت داخل وسامح كل اللي بيدور انا وسليم بيه. طبعا سامع كل حاجه. ايه يا سليم؟ فضي قلبك شويه. انا قلبي فاضي ونضيف. قلبك مش نضيف يا سليم. لا والله قلبي نضيف. قلبك اسود. قلبك اسود. انا قلبي مش اسود. ادهم بيه عمل لك ايه؟ عمل لك ايه عشان ده كله؟ ادهم بيه حبيبي ده كان لحم اكتافي من خير. حد يقدر يقول حاجه في ادهم بيه؟ حبيبك ها؟ طبعا. طب حبيبك جاي كمان شويه. يا حبيبي اهلا وسهلا. وريني بقى هتعمل ايه. مستنيه. ماشي. يا ريت تستناه ويكون عندك الشجاعه ان انت تقول له كلمه واحده من اللي بتقولها دلوقتي. وبلس نظرة الشر اللي في عينك دي. يلا هتشوف. خليه يجي. يلا نظف نفسك يا ابني، نظف قلبك. الحدق اللي يضحك في الاخر. هنشوف. ازيك يا حمد بيه؟ اهلا ادهم باشا. ادهم باشا اهلا وسهلا. سلام سلمتهولك. لما تيجي تكلمني تقوم تقف. اقف. ما انا جيت اقف حضرتك انت ما رضيتش تسلم عليا. اقف انا بقول لك اقف. اسمع الكلام. بعد اذنك يا حمد بيه. ماشي. السلام عليكم. مش جه لي باشا؟ اتفضل. ايوه يا تمرين. انت حشره. حشره. افعصها وادوس عليها برجليا. انت ولا تسوى. انت عارف ليه؟ لانك انت تعطيني انا للمافيا. مين قالك الكلام ده يا ادهم بيه؟ انت جايب الكلام ده منين؟ على فكره الناس بتوقع بيننا وبين بعض. اسمع الكلام اللي بقولك عليه. مش ده الفيديو بتاعك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ بتاعي. بس انا بعمل لمصلحتك. المافيا عايزه تصفيك وانا دخلت عشان اخلص لك الموضوع ده بقى اللي انت مش عارفه. بره بره. عامة هتندم. تعالي يا مها انت وحمدي. حاضر.
ايوه يا باشا. اسمع يا عم حمدي. اتفضل. اسمع يا مها. كل الاوراق بتاعه سليم اللي عندنا تحرقيها كلها. وانت يا عم ادهم دبر لي نصيبه ليه عشان يخش السجن. لان انا خلاص ده بني ادم ولا يسوى عندي. والله انت صادق في كلامك، انا نفسي بقول كده، ده حشره اصلا حشره. احب اقول لكم على حاجه، انا استفدت منك كتير قوي يا عم حمدي الفتره اللي عدت. وانت ومها لولا فضلكم عليا بعد ربنا ما كنتش اكتشفت الحيوان اللي عمال يحط ايده في ايد المافيا. لا ومش كده كمان، انت مش كنت فاكر لما كان جاي يتحايل عليا عشان يتجوز اختي وانا جوزتها له؟ حصل. دلوقتي اختي مرميه في البيت باولادها، هو ينفع؟ ينفع؟ انت ما تعرفش كان بيدبر لك ايه؟ ما انا عارف انه كان حاطط ايده في ايد المافيا والفيديو وصل له. لولا مها بذكائها بعتتهولي. والحمد لله ان احنا اكتشفناه. روق كده واشرب ليمون كده، او ما اجيب لك ليمون. انا مش هخرج من الحاله دي الا لما نتجوز. احنا ضربتنا الخميس اللي جاي، اعمل حسابك على كده. وانا عمري ما الاقي احسن منك يا ادهم باشا. الو؟ ايه يا امير؟ اتاخرت كده ليه؟ عايزك تجيب لي البنت اللي قلت لك عليها وتجيلي فورا. سلام. مساء الخير يا دمرة هانم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتاخرت عليك يا هانم. صالح. وعليكم السلام. انت بتطلع من ايه؟ انا ما اقدرش اتاخر عليك يا دمرة هانم. جبت لك البنت هنا اهي. ازيك يا حبيبي؟ حبيبتي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. لا ناني وهي ناني. بالامانه؟ ميرسي جدا. فهمتها اللي هيحصل؟ كل حاجه يا هانم حكيتها لها على كل حاجه وهي تحت امرك اهي. شوفي هتعملي معايا ايه؟ بقول لك مهمتك معايا البنت اللي اسمها معها، هتلعبي لي عليها عشان تجيب لي الورق والدرج ده. سامعاني ولا مش سامعاني؟ انا اقدر افتكر الفرق. بقول لك ايه يا امير؟ مأموريني يا هاني. اديها 10,000 جنيه تظبط نفسها. 10؟ 10 مش خساره فيها. تسلمي لي يا حبيبتي. شايفه الحنيه بتاعت الهانم يا ناني؟ من يد ما نتحرمش منها ابدا يا معلم. بس الكلمه اللي تقول لك عليها تسمعيها بالحرف الواحد. من عيني. منين يا هانم؟ ما انت هنا لا تتبسطي وتعيشي في نعيم لا اما. وانا رقبت سداد هي ديك الساعه من عيني الاثنين. كل اللي هي عايزاه الدول. حاضر يا هانم اللي انت شايفاه. يا بختك يا ناني. انت مع الهانم. يا ناني انت مع الهانم. فعلاً. خلي بالك من الكلام اللي بتقولك عليه كله ومالكيش دعوه بالروقان. اموريني يا ست هان. امير تعالى اقول لك، عايزك تظبط املى عينها بالفلوس عشان تدينا اللي احنا عايزينه. عينيا. بص يا ناني. امرني. اللي الهانم هتكلمك عليه وتقولك عليه أول ما تنفذيه بالحرف الواحد في 10,000 جنيه ليكي هتاخديهم بكرة الصبح مباشرة. النهاردة؟ النهاردة؟ بس عجلي يا هانم. بقول لك النهاردة. طب نشوف هتعمل إيه؟ هتدفع حاجة من جيبك؟ حاضر يا هانم. النهاردة. عيني بإذن الله. ساعة الزمن وتغير الستايل ده. وإن شاء الله أكون حسن ظن. اتكل على الله. حاضر يا فندم. حاضر يا هانم. بقولك هنا لو سمعتي كلامي هتعيشي عيشة تانية خالص. وانا معاك يا ست هاني. سيبك من جمالات بقى والعك اللي انت كنت فيه الاول. تمام. مش من عيني. هتشوفي الفرق ما بيني وما بين جمالات. وانا رقبت سدادة يا ست هاني. اتفضلي انت. بعد اذنك. ماشي يا جمالات. ماشي. لا لانتي للزمن طويل. انا عمر اروح الشغل بقى.
خدي يا حبيبي بس اللي عايزاه. ايه عايزه ايه؟ عايزه اتكلم معاك شويه. يا حبيبي واحنا مش اتجوزنا خلاص؟ اتجوزنا يا روح. اتكلم يا حبيبي، انا عايزه اخرج، عايزه اروح اعزبي، زهقت من قعده البيت. طب ما تخرجي روحي اتفسحي، روحي مع اصحابك الناجي. عايزه اخرج معاك، وعايزاك بصراحه عايزه ارجع الشغل معاك تاني. ليه يا حبيبتي؟ ما انت قاعده في البيت وكرامتك مصانه. والله يا حبيبي انا عارفه ان انت شايلني فوق راسك وبزياده، بس انا يا حبيبي انا عايزه ابقى معاك في الشغل، عايزه اشوف اللي راح واللي جاي واقول لك وانصحك. انا خايفه عليك من الناس دي. قصدك سليم؟ اه طبعا. هو في غيره؟ ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يعمل حاجه صدقيني. وعامه ارجع شغلك. صحيح؟ اه والله ارجع شغلك. ربنا يخليك لي. طيب ما تعوز حاجه؟ عاوز سلامتك، بس انا عندي سؤال. اتفضلي. مش سؤال سؤال يعني، انا عايزاك لو انت زعلت من كلامي ولا كانك سمعت حاجه. لا يا روحي ده شيء يسعدني، لانك انت بتبقى واخده بالك من شركتنا ومصلحتنا. وخايفه عليك والله يا حبيبي. احنا رقم واحد في السوق. احنا رقم واحد في السوق، وادهم السيوفي ابو الوهيو ابدا. عارفه ليه؟ ليه؟ عارفه ليه؟ لان انا بشتغل بما يرضي الله، وانت عارفه كده كويس قوي. عارفه يا روحي، ما عشان انت طيب وابن حلال الناس اقول لك ايه بس. يلا الحمد لله. خلاص يا روحي، من الصبح هتكوني نازله معايا الشركه باذن الله. ربنا يخليك ليا احلى جوز في الدنيا. طيب يا حبيبتي هتعوزي اي حاجه؟ على السلامه، خلي بالك على نفسك. ماشي يا بابا. لا اله الا الله. محمد رسول الله. سلام يا حبيبي. باي يا حبيبي. في رعايه ربنا. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. سلام. طب اطمنا عليك. ماشي. ربنا يخليك ليا يا رب. بس انا كده ارتحت. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الله يسلمك يا اشرف. والله يا دكتور انا كمان. ماشي يا اشرف، اتفضل انا في البيت يا اشرف. اتفضل يا حبيبي. أهلا أشرف، تفضل سامحك. تفضل. معلش يا فندم أنا آسف، عامل إزيك يا صاحبي؟ لا 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 ولا يهمك. معلش المعلومات اللي عندي والله ما تستناش يا حبيبي. خير يا أشرف، طمني في إيه؟ أدهم السيوف يا فندم. ابن عمي؟ أيوة يا فندم. ماله يا أشرف؟ والله يا فندم جت تحريات عنه إن في عصابة كبيرة جدا عايزين يقتلوه. يقتلوه؟ ليه هو عمل ايه؟ الله اعلم يا فندم هو عمل ايه بالظبط، بس انا يعني التحريات دي جات لي من الراجل بتاعي من الاداره اللي عندنا. مين مين الراجل ده يا اشرف؟ العدو يا فندم. ده انا بتقول ايه العدو ده؟ ملازم اول يا فندم. انت متاكد منه يا اشرف؟ متاكد يا فندم، ده الراجل بتاعي من سنين. مين الناس دي يا اشرف؟ دول عصابه كبيره يا فندم، احنا كنا بنراقبهم بقالنا شهر دلوقتي. وايه علاقه ابن عمي بيهم؟ ما هو ده اللي احنا لسه عايزين نعرفه يا فندم. لا حول ولا قوه الا بالله. بسرعة يا اشرف، شوف النظام ده فين، لازم اشوفه بنفسي. تمام صح. ايوه عدوي، انت فين دلوقتي؟ طب تعال لي عند المنيوي بسرعة دلوقتي. انا سيب لفيتك وتعالى بسرعة. بسرعة يا عدوي. مع السلامة. تمام سعادتك. يا عملت ايه؟ حضرتك الوضع خطير. خطير بمعنى الكلمه. وريني التحريات كده. اتفضل. معلومات حضرتك بتقول ان هم هينفذوا في اقل من 24 ساعه، ان هم اتفقوا على كده خلاص. بس رجالتي غزوهم عامه. وريني يا انت متاكد حذرت من المعلومات دي؟ انا كان متاكد المتابع ده كله خطوه بخطوه بنفسي. ده كلام خطير جدا. الموضوع كده دخل في منتهى الخطوره يا فندم. كده محتاجين نراقبهم عشان نطلع قرار النيابه.
تمام يا اشرف، اتفضل انت حظاظ. تمام. انا بقى بص، مبدئيا اول حاجه لازم تعملها تعمل كردون حوالين بيت ابن عمي، شوف مين اللي متردد على المكان، وتمنع بسرعه الدليفري، وتمنع تشوف مين البواب، وتشوف الجراج، امنه في الاول. بعد كده اعمل لي ارقام تليفونات بتاع الناس دي، حاول تجمعها وتحطها لي كلها تحت المراقبه، لان الموضوع ده كده دخل شكله داخل على موضوع كبير. تمام. واديني اديني تمام من يوم ليوم يا حسين يا اشرف. تمام. ما تاخرش عليا. انا هعمل لازم واشتغل تحرياتي اكتر من كده. هكون انا رحت الوزاره اعرض الامر واعرض التقرير، عشان فيه شخصيات عاليه ومسميات كتيره يا اشرف، ونشوف هنعمل ايه فيهم. تمام سعد. تقدر تشوف شغلك. سيادتك تمد معايا خدمه؟ شكرا يا اشرف، اتفضل يا اشرف. تمام سعد. مع السلامه يا اشرف. اشرف. الموضوع ده في سريه تم لحد ما اقول لك. اكيد طبعا يا فندم. اتفضل يا حظاظ. اتفضل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا. لا اله الا الله. ازيك يا ادهم يا حبيبي؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. أنا تمام وبخير الحمد لله، أخبارك أنت إيه؟ يا رب دايماً يا حبيبي تكون بخير. أنا الحمد لله عايشة، هعمل إيه يعني؟ بعد ما الوقت ده سب. بقالي 5 سنين ما شفتكيش. معلش يا حبيبي، أنت عارف ظروف الدنيا، وعارف الدنيا عمالة بتودي كتير. بالذات بعد ما الوقت ده هو تنعمل فيه. ده كلب حشرة في عصب تحت رجلي. ولا يسوى. نفسي ادهم ينتقم منه، نفسي بجد، مش عارفه اعمل ايه. مش انت لوحدك اللي عايزه تنتقمي منه، بس وحياتك انا هلبس مصيبه قريب. يا ريت يا ادهم، يا ريت بجد. يا معلمه يا معلمه. في ايه يا مان؟ في ناس من عندي بتبص ويسالوا عليك. ناس؟ شكلهم ايه يا واد؟ في واحد كده طويل ورفيع، وفي واحد لابس كاسكيته ومعاه بنت كده حاسس كده ان هي مقصعه كده، مش عماله تتكلم معاهم وتوشوش فيهم، مش عارف ايه بالظبط. طب انجر يا واد، دخلهم بسرعه يلا. طب مش لسه بنعلمه الاول يا معلمه، ولا نشوف انت بتاع ايه؟ ما تخافش يا واد، ارفع وشك كده لفوق. مع المعلمه يا واد ما تخافش، روح شوف مين دخلهم. حاضر. يا جماعه اتفضلوا، تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. لسه التماس يا معلمه. عامل ايه؟ وحشانه يا معلمه. يا معلمه ازيك؟ انت مش عارفاني انا مرات العربي. ايه الجمال ده كله؟ ده جمالك يا معلمة. العربي عرف يختار. ازيك يا عربي؟ ازيك يا معلمة جمال. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوه دي كلها والمفاجآت الحلوه دي؟ بص بقى يا معلمه جمالات، سيبك من الحاجات دي كلها، فاحنا جايين في مهمه، والمهمه دي لازم تتنفذ. عارفه. انا عندي بتبص، قول لها. من فخر الصدر يا معلمه. الناس اللي فاتت دي كوم، واحنا جايين لك انت كوم. ليه يا اخويا؟ في ايه كفاله الشر؟ احنا جايين لك مخصوص عشان البيت بص عينه علينا انا والعربي. البيت بص لما بيصمم على حاجه بينفذها، وانت عشان مننا جاي نفهمك الفلوس كلها تروح النهارده للبيت بص، والا رقبتنا كلها. يعني انت جاي علشان مصلحتك ولا جاي علشان؟ لا، مصلحتك انت الاول يا جمالات. متاكد من الكلام ده؟ خايف عليك وجيت افنفذ. خايف عليا ولا خايف على نفسك يا عربي؟ لا خايف عليك والله. معلمة جمالات، العربي كلامه سليم ولسه سامع الكلام دلوقتي، واحنا جايين لك عشان نحذرك رقبتنا ممكن تطير معاك. مفيش حد رقبته هتطير. الفلوس. انا هعرف اتصرف واعمل اللي انا عايزاه. والفلوس. وانت مالك يا جماد الفلوس؟ لاحظي ان هو اعطاك مكالمة تليفونيه ونبهك، واحنا علينا التنفيذ، وانت عشان عايز علينا جينا نفهمك اللي حصل. بقول لك يا عربي، انت مش جيت اخويا قلت لي ها خد مراتك يا اخويا الحلوه دي، ها ولا خد حبايبك وانا اعرف اتصرف، ولا اقول لك خد حبايبك وسيب لي الحلوه دي قاعده معايا شويه؟ انا جبت اللي بط كله يا جمالات. ماشي يا اخويا، يلا بينا. يلا اتفضلوا. يلا اتفضلوا يا جمالات. يلا اتفضل. انا بحذرك. انا قلت كلمه خلاص هقونا. حاضر يا معلم. براحتك. اتفضلوا يلا يا ابني. اتفضلوا. هي حره. اتفضلوا. العظيم يا رب. بقول لك يا طمر. خير؟ بص يا حبيبتي، بصينا على جمالات وهاتها لي هي والفلوس عشان انهي الموضوع ده. معلش. اتفضل.
ربي بس ترد. الو. ايوه. ايوه مين؟ معاك طبعا. ايه يا جمالات، انت نسيت الرقم ولا ايه؟ ايه يا تامر، عايزه ايه؟ عايزاكي دلوقتي حالا يا قلبي. دلوقتي؟ ليه؟ خير ان شاء الله. تجيلي دلوقتي حالا ومعاك الفلوس، لان مفيش هيحصل طريق. فلوس؟ طب انا مش جايه يا تامر. وماله يا قلبي، نجيلك احنا لحد عندك. اه، اجيلك انت ولا اهل البيت؟ لا يا حبيبتي، انا والبيه واحد. اه، هو انت اشتغلتي بدل البيه ولا ايه؟ اشتغلت بدل البيه؟ انت ما تعرفيش ان انا والبيه واحد ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ما اعرفش. لا، لما هتيجي هعرفك. طب انا كده مش حاجة. لا، لازم تعرفي. بقول لك ايه يا تامر، لو انت عايزاني اجي اديني البيه. عينيا اديهولي. خد يا قلبي، بسمعها صوتك لحسن، هي نفسها تسمع صوتك. سمعها صوتك. ايه يا جمالات؟ ايه يا بيه؟ مالك في ايه؟ لسه الميعاد ما جاش، قدامنا 24 ساعة. بص يا ماما، اقفل التليفون عليك وقدامي انت. طب وانا مش ضمني ان انا جيت دلوقتي الدنيا تبقى تمام. انت بتكلمي راجل يا جمالات. اقفل التليفون عليك قدامي يا جمالات. ماشي، بس خلي بالك انا مأمنة نفسي. تيجي لوحدك يا جمالات. انت عارف ان انا ما باجيش لوحدي، هاجي انا واللي معايا، لان انا ما بقدرش اشيل حاجة وما بمشيش لوحدي يا بيه. دقيقة واكون عندي. يقفوا بره، ما يدخليش البيت. فيلا عالي يا جمالات. ازاي؟ ايوه، يقفوا مع زمايلهم بره قدام الفيلا. يعني انا هشيل الفلوس واخش بيها لحد عندك؟ ده الفيلا كلها تنور. انا والجلسه هنجيلك كمان ربع ساعه، هنبقى قدامك يا بيه. بص يا جمالات، انت بتتعامل مع راجل ومع شخصيه في الدوله. اه، لما اقول لك خلي رجالتك بره تقولي حاضر عشان نكمل حياتنا مع بعض. انا قلت هجيلك كمان ربع ساعه ومعايا رجالتي ومعايا الفلوس زي ما اتفقنا. اقفل التليفون وشوف قدامي. اتفضلي. واد يا مانجا. تعالوا يا معلمة. فين عبد؟ عبد جوه يا معلمة. تعالوا معايا عشان نروح نسلم الفلوس. فين يا معلمة؟ بقول لك ايه؟ اموري. عملت الخطة اللي انا قلت لك عليها؟ كل حاجة تمام زي ما انت قلت بالظبط. زي ما انا قلت لك بالظبط؟ بالظبط. طب يلا عشان ما حصلش نفسيكم. عايز ايه؟ جيت يا معلمة الأول. ماشي، يلا بينا عشان عندنا شغل. ونروح الباص مصر؟ اه. يلا. هتعملوا كل اللي احنا اتفقنا عليه. بالحرف. بالحرف يا معلم. بالحرف. تمام. حصل. وبيحصل. يا ست الكل، يا ست الكل، معايا ناس عايزين يقابلوك. ناس مين؟ امير اللي جايبه. امير ما بيجيش من وراه غير وجع القلب. اندهله ولا وزعهم؟ لا اندهله، ما نشوف اخرتها معايا. امير تعال. مساء الفل يا ست الكل يا غالية. مساء الخير. أنا جبتلك سليم بيه اللي بيخلص على كل حاجة. اتفضل. مساء الخير يا هاني. اتفضل. أنا سمعت الاسم ده قبل كده. الاسم ده مسمع، وعلى فكرة بيخلص بسرعة يا هاني. ده اللي هيخطف لك البت. مها مرات السيوفي؟ اه. بس انتوا هتفتحوا علينا طاقة جهنم. ما تقلقيش يا هاني، احنا قدها وقدود، وانت قدها وقدود. بيخلص طلباتك يا هاني. انسف السيوفي. على فكره السيوفي ده زي ما هو عدوك عدوي انا كمان. انا اجيب لك السيوفي واجيب لك معه والمستندات، واخلي السيوفي ده يجي يبوس رجليك. والمقابل؟ مليون جنيه. 2 مليون؟ 24 ساعة يكون عندك مها بالمستندات. لا، 48 ساعة. لا لا، كتير قوي. كتير. واثق من نفسه. 2 مليون يعني؟ 2 مليون. عشان السيوف 2 مليون؟ هو ومها؟ اللي أنت شايفاها هنا. 2 مليون يا باشا.
انت مش عارف تتكلم مع مين ولا ايه؟ 2 مليون عشان انا المسؤول قدام الباشا والهاني. تقلقش. ومليون ليك انت. جميل يا غاليه، انت تؤمريني. بس هشوف معاها هنا قدامي. يا باشا انت تؤمرني وانا انفذ يا باشا. الكلام قدام حضرتك. يا باشا زي ما قلت لك 24 ساعة تكون ما متكتفة تحت رجليك هنا والمستندات والأوراق، وخلي السيوف يجي بوس رجليك. إيه رأيك؟ زي ما هو عدوك عدوي. خلاصة الكلام، أنا ما بحبش الرغي والكلام، أنا بحب الفعل. حضرتك اسألي على سليم بيه وشوفي فعل وقد الكلام ولا لأ. أشوف. تمام. شكلنا كده هنشتغل مع بعض كتير. شرف ليا يا هان. تمام. اوكي. نجيب حاجة تشربوها؟ لا عشان في مشوار كده هيخلصوا برضه مصلحة وكده. وماله نشرب شربات بعد كده. تسلمي لي طبعا لازم نشرب شربات. ضياع السيوفي وضياع البت مها واللي انت تأمريه يا باشا. أمريني. يلا يا سليم بيه. اتفضل. انا يا ست الكل. يلا اتفضل. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل. خليه يسيب رقم تليفونه بره. مريني. تحياتي لحضرتك. الو. ايه يا امير؟ نسيت اقول لك حاجه. باخد البت ناني معاك وهي اللي هتجيب لكم الخلاصه. تمام؟ هتلاقيها متلقعها قاعده بره. سلام. بقول لكم ايه؟ في صوت عالي جدا. اصل ايه؟ رزق ربنا بعتهولي. تفوز بتعليماته بس. تعالوا حبايبي ايه الحلاوه دي؟ انت رايحين فين يا جميل؟ احنا ما بنتكلمش شيبسي وبسكويت. رايحين شيبسي وبسكويت؟ تعالى هجيب قلب حاجات الحاجات اللي انت عايزاها. ثواني يا بابا، ثواني يا بابا. انت هتجيب ايه؟ عصير. هتجيب قلب احسن عصير قصب. وانت؟ وانت بيبسي؟ وانت عايزه ايه؟ مصاصه؟ حاضر. احلى مصاصه لاحسن بلد تلوين وسودان جمال. بس محدش يسمع الكلام، محدش يعمل دوشه عشان كل انت عايزينه. في كمان لسه فوائد وفي حاجات جميله جدا. طيب الامانه دي العرب اللي بنتكلم فيها مش انت. تمام يا ريس. خد يا ريس. يلا بينا. احلى عصير قصب واحلى مصاصه واحلى شيبسي. واحلى حاجه ساعه. تعالوا حبايبي، تعالوا 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 حبايبي، تعالوا 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 كل واحد يمسك واحد كده. ايوه هشام بيه. اهلا 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 اهلا. ازيك يا جماليات؟ انا جيت لك انا ورجالتي وكلمتي واحده. ما انت عارف ان طول عمري بعزك يا جماليات. نسيتي ولا ايه؟ انسانه محترمه و10 10. تسلم لي اخويا على دماغي يا عم. سلمي الحاجه لتمور. اسلم الحاجه لتمور؟ ايوه. اه. طب وحق انا فين يا بيه؟ تمور حبيبي ما تنساش تديه حقها. ايه؟ وفوق 1000 بوسه كمان. هو تعالي مع البيت بص يا جمالات. هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ انا ما زعلتكيش. حقك هتاخدها قبل ما تمشي من باب الفيلا. حقها يوصلها دلوقتي يا استاذ. ماشي يا تنور. انت عارف انها بناكل حق حد. بس انت حبيبي وانت معشني وعارفني دي حقها. بقول لك ايه؟ كفايه الشنطه اللي بتاعتك. الف عينا وما تقدرش تفعل. واحنا كده حبايب. وحبايب قوي. وانت حلال عليك تمور. اوعى تكوني زعلانه يا جمالات. عرقك انت والرجاله خدت في ايدك الحمد لله. وايه اللي هيزعلك؟ خليك بص راجل يا جمالات. وطول عمري بقول عليك كده. اتفضلي. بالصحة يا اموره. صح يا قلبي. بقول لك ايه يا جمالات؟ قولي. ما اشوفش خلياتك هنا تاني يا عنيا. من غير ما تقولي يا حبيبتي. سلام عليكم. الجايات كتير يا قمر. جمالات معلمه. الموضوع انتهى. امرك يا بيه. يلا يا ايه. اتفضل يا بيه. اتفضل. قشطه عليك. ادخل.
طمني وحطي في بطنك بطيخه صيفي هرجع لك عيالك اطمني اطمني هرجعهم لك يا ترى عاملين ايه؟ ان شاء الله كويسين كويسين ان شاء الله كويسين ما تقلقيش ما تقلقيش ما تقلقيش ما تقلقيش عيالك هيرجعوا اطمني ان شاء الله ان شاء الله اطمني بالسلامه يا بقول لك ايه يا هشام بيه؟ قول يا حبيبتي ليك عندي اخبار اوعى بشريني اسعديني انا بقالي كتير ما فرحتش بس ليه الحلاوة حبيبتي على عينيا في ايه هتغير لي العربيه لا اول حاجه المهم الكبير عندي انت شغله بالك بنفسك ولا ايه اه والله انت حاجه جامده بالنسبه لي يا راجل ما تسيب العيال تثبت ها عربي لسه قافل معايا السكه خير جايب لك صفقه اوعى ما اقولكش طب اشوف كده ممكن يا عربي ايوه يا ست هاني هات الامانه اللي عندك وحلاوتي عيب عليك اشوف تعالوا حبايبي تعالوا 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 حبايبي ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الرابعه هو فاضل هو هنا انا تمام يا ريس ايه رايك؟ الله اقعدوا حبايبي اقعدوا 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 الله اقعدوا 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 ايه رايك بقى؟ هو ده الشغل ولا بلاش؟ نفذت ولا ما نفذتش؟ هو ده الشغل ولا بلاش؟ كده هي دي الرجولة ايه رايك يا هشام بيه؟ والله عايز اقول لك على حاجة هي بشرة صارمة وبشرة جميلة سيبهم كده معانا النهارده يشربوا حاجه ساعه ولا هو لغايه ما انا اقول لك هعمل معاهم ايه ده خير بالنسبه لنا لو تعرف بس مش تقول لي جمالات لا جمالات مين حبيبه قلبي العبره في النهايه ما تخلي من بره عجلنا وصل هشام اديني بس مهله لا في غيره جاي خلاص واحنا معاك النهارده مش هسيبك يلا بس اهم حاجه وعدتك بالصحه وانا هعمل معاك عين الصح الله اكبر طول عمر الاستاذه كلمتها سيف على رقبتنا ايه هدايا احسن من كده ده انت فرحتني يا اخي بس اهم حاجه تجيب لهم اللي هم عايزينه مين ده بسكويت وبصاصه وعصير القصب والشوكولاته حبيبه قلبي بعد اذنك اتصل الماركت يجيب لهم كل طلباتهم يلا بس في حاجه ايه في ايه يا ست كل البنوته جاعه تاني والله بص بقى كله تحت امري دي ودي 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 حتى رجالتك كلها تحت امري. بص يا عربي استنى عزبي افهمني جبنا حاجه يا مدام واللي انت عايزاه افهمني ماشي انا طول عمري كنت بتمنى اخلي الكلمه جينا بقى للكلام اللي بتاع الان بقى انا ماليش فيه انا عايز حقي واعملي زي ما انت عايزه انا مش ولي امرهم بقول لك يا حبيبي معلش ما تزعلش الاستاذه برضه تمام الاستاذه ايه الامور الحلوه الجميله دي هتفضل معايا بكره خلاص حبيبي دي راحتها عني بالدنيا ولا تمر ده هي طلباتها اوامر حقك وعرقك في عينيا النهارده حبيبي ده اللي انا عايزه تعالي حبيبي تعالي بقى سبب المحامي النهارده مكتوب لك الماركت يا حبيبي مكتوب لك تشوف الدنيا يلا يا رجاله دي فوات اي طلبات؟ مفيش حلاوتنا يا معلم ده عندي انا ما تكلمش انت في المواد ده ازاي ازاي حقك هتاخده وانت حقك هتاخده كلكم حقكم عندي قبل ما نيجي يعني عربي ايوه حبيبي ضيفكم عينيا بقول لك ايه يا عربي ايوه بابا معلش انا حقق قبل ما اتحرك من هنا على اتفاق معاك انت ما تتكلمش خالص معايا ولا اتفق معاك على كده اقعد ساكت ازاي متفق معاك على كده من حقوقنا انا متفق معاك على كده يا عربي الظاهر هتبقى في صفقه ثانيه يا استاذ بعد اذنكم لو سمحتوا عربي ما حدش يعلي صوته في البيت هنا طول ما احنا هنا ما حدش يعلي صوته
سامعين؟ مش هتعلموا على اذنك يا عربي لما اخد حقي من هنا. لا يا حسن على اتفاقنا معاك يا عربي. خد يا عربي وولد، خده وضيفه جوه واديله حقه بس كده؟ ده حقه يعني. العين دي حبل العين دي. ايوه عايز حقك؟ اه عايز حقك. ماشي يا صاحبي. عينيا يا حبيبي. هديهم بس الاول. تعالوا حبيبي نتغدوا وتاخدوا حقكم بالمره. حلاوتكم كبيره عندي. تعالوا تعالوا خش جوه عربه انا جايبكم. تعالوا تعالوا خد ال يلا خد يا حبيبي عربي خدهم معاك. بس لا بقى مالها عندك بقى؟ ده انا هديلك التانيين عشان خاطر بالمره الصفقه التانيه. جايلك دلوقتي يا حبيبي. انت 100 100 يا عربي. الساعة كام دلوقتي يا استاذ نبيل؟ دلوقتي متأخر. معلش يا فندم، حالة إنسانية وحاجة ضروري جدا يعني، فيها خاصة أطفال وكده. يعني ما ينفعش تقعد لبكرة يا استاذ نبيل؟ ما ينفعش والله يا فندم، ما ينفعش. حاجة ضرورية جدا. خلاص يا ابني تعالى. تمام. ألو. حضرت أشرف. ايه يا فندم، عساتك فندم. انت فين دلوقتي؟ موجود يا فندم. طب والنبي يا اشرف الله يخليك، في ولد محامي بيتكلم كلام غريب كده، انا مش قادر افهم منه اي حاجه. تعالى لي بسرعه نشوف في ايه. تمام سعادتك، بشوف 5 دقايق اكون على سعادتك. سلام يا اشرف. تمام سعادتك. اهلا اشرف. اقعد يا اشرف. ولد محمد اتصل بيا بيقول لي في عمليه خطف وكده مش عارف في ايه، فقلت ابعت لك عشان انت اللي ماسك الملف. تمام سعد، هو الموضوع كبير ولا؟ روح شوف يا اشرف. تمام سعد، محمد اتفضل. اقعد يا ابني اتفضل. اقعد يا اشرف. لا محضر خطف الاطفال صوره. على فكره يا فندم مش اول قضيه خطف في الجنه، الموضوع كده كبير جدا. دول طفلين ساعات في نفس الدايره بتاعتنا. ايوه يا فندم تمام، في نفس الدايره. بص يا اشرف. اتفضل يا فندم. فرغ الكاميرات بتاع المنطقه واكتب لي تقرير عن اي حد دخل او طلع المنطقه، اي حد غريب، اي حد مشتبه فيه. تمام. اي حد ملثق، اي حد اي واحده منقبه. تمام سعد. واعمل لي تقرير كامل وشوف خد رجالتك وانتشر في المنطقه. تمام سعد. عايز الموضوع ينتهي خلال 48 ساعه نبدا على الظاهره دي. تمام سعد. وانت اطمئن يا استاذ. وطمن الاسره بتاعت الناس دي، هنجيبهم هنجيبهم، مفيش حد هيهرب من العداله. رجالتنا منتشرين في كل مكان. شكرا. اتفضل يا بيه. انا هعمل تحريات يا فندم وانزل الام للسجين بتوعي، وان شاء الله نجيب نتيجه باذن الله. اشرف اتفضل. انا شكلي هيبقى وحش في الوزاره يا اشرف. تلاش يا فندم، في خلال 48 ساعه اكون خلصت الموضوع ده. يا اشرف انا قاعد لي شهور قليله واطلع النعش، عايز اطلع بالدوسيه بتاعي عندي في اشرف. ربنا يسترها. اتفضل يا اشرف. شوف شغلك. ازيك يا ادهم يا حبيبي، عامل ايه؟ طمنا عليك. انا تمام وبخير الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ يا رب دايما يا حبيبي تكون بخير. انا الحمد لله عايشه، هعمل ايه يعني؟ تمام، بعد اذنك هتصل على ما هشوفها فين. اتفضل يا حبيبي طمن عليك. معلش اديني بس ثواني هكلمها بس. ماشي.
الو الو اي ادم يا حبيب، عندي لك خبر هيجننك هيفرحك فرحة السنين. انا حامل. حامل بجد؟ انت حامل يا حبيبتي؟ ونازلة اجيب حاجات للبيبي الجديد. بجد والله؟ وانا الفرحة كمان من السيعاني يا قلبي. يلا يا حبيبي. ايه انا هرجع على طول. مبسوط؟ ماشي ما ترجع بقى. يا ابن يلا يا خليها دي. ايه ده؟ مها ده؟ ايه الصوت اللي عندك ده؟ ايه الصوت اللي عندك ده؟ ايه يا ادم؟ ايه يا ادم؟ مها اتخطفت. مها طب اهدى اهدى يا ادم اهدى. اكيد سليم الكلب. اهدى اهدى. اكيد سليم الكلب. ارجوك اهدى بالراحه. طيب اكيد سليم الكلب. طب بالراحه بالراحه. اكيد سليم الكلب. اكيد سليم الكلب. اكيد سليم الكلب. اما اتصل بالمنياوي بايه؟ اما اتصل بيه. طب اما اتصل بيه. ايه اهدى بالراحه. اهدى يا ادهم. في ايه؟ اهدى اهدى. اكيد في حاجه غلط. رد بقى يا منياوي بقى، رد بقى. كده يا ادهم في ايه؟ اهدى اكيد في حاجه غلط. اهدى اهدى شويه. الو ايوه منياوي الحقني الحقني يا منياوي. مها اتخطفت. اكيد سليم الكلب. اكيد سليم الكلب. بلا مها يا ادهم. ارجوك الحقني الحقني. حياتك في كفه ومها ترجع لي. انت فاهم ولا لا؟ يا ادهم اهدى. اكيد سليم الكلب خطف مها خطف مها. الحقني ارجوك. من امتى يا ادهم الكلام ده؟ لسه لسه مفيش من دقايق. اهدى يا ادهم اهدى اهدى. سلام دلوقتي. اشتاق نفسي. طيب طيب تمام تمام خلاص يا ادهم انا هتصرف. اهدى يا ادهم. ارجوك بسرعه عشان خاطري. ارجوك بسرعه عشان خاطري. طيب اهدى يا ادهم دلوقتي. اهدى يا ادهم واقفل يلا يلا على السلام. سلام سلام. ايه المجنون ده؟ حياتي في كفه وحياتنا في كفه. ايه ده؟ شوف الساعه 10 فين انت؟ ترد يا عم اشرف. الو منياوي بيه. ايوه يا اشرف. انت فين يا اشرف؟ انا في ماموريه يا فندم. في حاجه ولا ايه؟ ماموريه ايه دلوقتي يا اشرف؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ مرات ادهم اتخطفت يا اشرف. ايه؟ مرات ادهم اتخطفت يا اشرف. هو الكلام اللي انا قلته لك دوت؟ تمام يا فندم. انا هاخد الهوا وهطلع على هناك دلوقتي. بسرعه يا اشرف اعمل لي كاردون وفرغ الكاميرات يا اشرف. حاضر. شوف ايه اللي بيحصل بالظبط وفين الظابط بتاعك اللي اسمه العدوي. الزفت ده حاطه مننا حته. تمام يا فندم. شوف الدنيا فيها ايه يا اشرف. حاضر يا فندم. يلا اقفل بسرعه. ايه اللي بيحصل ده؟ ادهم مها حياتي في كفه وحياتها في كفه. والله انا ما فاهم حاجه. جبناها لك يا هانم. عايزين بقى الحلاوه بقى من الاخر. حلاوتنا يا ست الكل. انت وعدتينا. عينيا عربي. كل اللي عايزينه هياخدوه من حقهم. ده في رقبتي. حلاوتنا بقى يا ست هانم. هغديهم مع اخواتهم. ايوه. وياخدوا حسابهم قبل ما يطلعوا. وانتم فين صوتكم الحلوين؟ ايه رايكم؟ انتوا جايين تخطفونا على فكره. مش هتجيبوا لنا حلويات ولا اي حاجه. بص اللي هيتكلم هتباحوا. يلا حبايبي عشان تاخدوا حقكم. امال ايه؟ يا هانم ما تنسيش بقى يا هانم الحلاوه. احنا عربي وعدتينا يا ست. عربي هيتوصى بيكم. يلا يا عم. يلا حبيبي تعالى. Yeah.
انت يا واد يا مانجا. ايوه يا معلمة. نعم يا معلمة. من ساعة اول ما خدت الفلوس وانت كل ما اقول لك تقعد تقول لي ايه وايه وتقعد تتنفخ. مش بتنفخ ولا حاجة يا معلمة. اعمل لي قهوة. انا كنت جاي لك في موضوع تاني يا معلمة. عايز ايه؟ كنت عايز اقول لك ان انا شايف عروسة وعايز اروح اتجوزها. اتضيع على عينك، احنا فين ولا فين؟ انت يا واد يا عبده. ايوه روح اشوف المعلمة بس وارد عليه. أنا معلمة. أنت دخلت حبيبي يا حمار. لا يا معلمة أنا جيل عمران وعايز أسهر في عندي سهرة في الهرم تاني وزمايلي. أنت بتنايع على عينك؟ إيه بس؟ وقف. أنت خدت الفلوس ورقيته كده عاملين زي الجبلات كده ليه؟ ما إحنا مش منك حاجة يا معلمة. تعالى أعمل لي أعمل لي شيشة وأعمل لي كوباية قهوة. خد أعملها أنت يا مانجا بقى. أنا هقعد جنبك يا معلمة. معلش مش عايز أقعد. طب وقف يا أخوي. تعالى أقف كده. حاضر. ما تسيبيني أمشي يا معلمة. اهلا ازيك يا معلمه عامله ايه؟ عامله ايه يا اختي؟ الحمد لله. ايه يا بنتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه يا معلمه مالي ما انا حلوه اهو. حلوه انت رقصها ولا ايه يا بنتي؟ معلمه بقى اوعي يا ولا خليك تقعد جنبي قوم. لا احنا هنقعد جنبي. اتفرج على ايه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بنتي؟ ايه يا معلمه؟ انت كنت فين؟ انا؟ اه انا كنت برقص. ترقصي؟ خلاص رد يا معلمه. اتجوزت اخويا بنت عشان تشتغلي رقصه؟ طب وايه يعني يا معلمه؟ ما هو اللي اختاره هو اللي شافني. نعم ليه يا حبيبتي؟ انت فكراني ان انا هسيبك ولا ايه؟ ده اخويا يا بنت. وانا يا حبيبتي ما ضربتوش على ايده وقلت له انت على خدني. ومين بقى اللي شغالك يا اختي رقصه مش عقلها؟ انا رحت عند واحده وقالت لي انت جميله وحلوه روح اشتغلي. بتلعبي عندي؟ بتسيعي؟ ما تخليها تورينا حاجه كده يا معلمه. عايزين نتفرج يا معلمه. عايزين نتفرج. ايه يا معلمه؟ في ايه يا معلمه؟ وانت طب ارقص يا بت ورينا كده حاجه. انا يا معلمه اللي كنت بعلمها يا معلمه. مين ده يا بت؟ انا يا معلمه. انا نسيت اعرفك ده المطرب الشعبيات قنوات الشعبيات. الله يحرقك. لا يا معلمه. طب اسمعي. طب راسي خلاص. اسمعي وقولي رايك يا معلمه. وريني. يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني. مفيش معلم يا ولا هيحاسبني. لا 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 ولا ورايا. الله 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 عبد الله. اهلي سوي. وانت مين؟ وانت اللي جابك هنا؟ وده مين ده؟ مين ده؟ ده ما اعرفوش. ما شافش وشك كده تاني. امشي بتاع بره. وانت مفيش حاجه يا معلم. اهدى يا عرب اهدى يا عرب. تعالى يا بنتي. تعالى يا بنتي. والنبي يا معلمه الحقيني يا معلم. مين اللي كنت جاي عليها؟ مين اللي كنت غلبانه؟ والنبي يا معلم. ليه يا عم انت بتعمل ايه؟ والنبي يا معلم. اوعى مسكتها فيها. والنبي يا معلم. تعالى هنا. ما تجيش هنا. تعالى هنا. والنبي يا معلم. والنبي يا معلم. يا معلم. يا معلم. اقف هناك. اقف. اقف يا جديد. زمالك يا معلمة. اثبت اثبت قوم انزل. اخيرا يا جمالات. يا لهوي يلا جمالات. اقعد عليهم. انزل معاك في جمالات ولاك في معلمة. يا لهوي انت على الصوات يا ولية. اهدي شوية. يلا اطلع بيهم هاتوهم. اي خدمة يا هانم؟ جبناها لك اهي. الناس دي رجالة يا طمر. الحلاوة يا ست الكل. الناس دي رجالة يا طمر وحقهم ياخدوه الا نادي. اكيد عايزين نتنغنغ بعزك يا ست الكل. نتنغنغ احسن من نتنغنغ. عربي عينيا يا ست طمر. رديهم العين. طبعا ده واجب علي عشان يحصلوا حبايبهم. انا كنت منتظرها من زمان. هتاخد الحلاوه معاك وانتوا الاثنين دلوقتي وهتتغدوا 100 100. الحلاوه انت وعدتنا. اثبت ارجع ارجع. وجيه مكانك. اثبت يا اثبت يا وجيه.
ايه ده في ايه؟ في ايه؟ دخلته ازاي؟ في ايه الزنجابه معاك؟ بالراحه. انا كان جاي يعجبك انا كان يعجبك في ايه الزنجابه معاك؟ بالراحه كده كل حاجه معانا احنا محتاجين جوديز يتغدوا معانا في الاسم. يا بيه يا راجل في اي بي انت كل حضرتك قاعد على نفسك فين لازم نيابه؟ مفيش حد فوق القانون. لا خدوا معايا اشوف اللازم عليك خدوهم هناك انا ماليش لازم. اتفضل تعال يا هانم تعالي. انت واخدها على فين؟ سميها يلا يا استاذ ما تخافوش يا اولاد ما تخافوش عظمت اشرف ابعت الاسعاف تشيل الست دي شوف الاولاد تعالوا يا اولاد ما تخافوش يلا تعالوا بسرعه يلا خدوا محضر السور يلا حضرتك انت عامل ازاي مع الاطفال؟ استنى بس انا هقول لك هنعمل ايه اطلب لي الاسعاف بسرعه تمام حاضر اهدى يا ادهم اهدى ما تقلقش كل حاجه انتهت خلاص وان شاء الله خير ما تقلقش من ياوي بيه زمانه جاي وهيطمنا ان شاء الله خير يا حبيبي اهدى ربنا يجيبك بالسلامه يا نحى يا رب يا حبيبي يا ترى ايه اخركم كده من يوم بيه زمان على طول خلاص انت متاكده اني اكلمك في التليفون ايوه خلاص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ادهم اتفضل من يوم بيه عملت ايه هتعرفه دلوقتي طمنا حضرت اشرف هات له النجوم تعالى يا اشرف تعالى يا بقى ما اتبهدلت يا ابا معلش انا مش عارفه ايه اللي عمله معلش الحمد لله رجعت بالسلامه لبيتك ولادك اتفضل انت حظهم ربنا على السلامه حبيبتي ربنا يطمن عليك الف الف سلام عليكم مش عارفه انا حصل انا لقيت نفسي طمنت عليها يا ادهم تعالي اعملي فلوسك طمنت عليها؟ طمنت عليها خلي بالك يا ادهم خلي بالك يا ادهم انا وقفت معاك دلوقتي معرفش كان ممكن يحصل لها ايه لو اتاخرت خمس دقايق خلاص مش عارف اقول لك ايه من يوم بيه ما تقولش حاجه يا ادهم دلوقتي ده واجب علينا احنا لازم نعمل معايا حاجه فعلا اكدتوا لي ان البلد فيها امن وامان شد حيلك يا ادهم ربنا يبارك فيك وخلي بالك مصر خير وطول ما انتم بتعاملوها بخير اشكرك الحمد لله على السلامه يا مح شد حيلك يا بابا سلام عليكم ايه اللي حصل؟ الحمد لله احنا بقينا بخير وبقينا في امن وامان وسليم الكلب اتقبض عليه والمافيا كلها اللي كانت بتخطط لي اتقبض عليها احمد ربنا ان احنا في امن وامان الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه ايه يا ادهم حبيبي اخبارك ايه والله تمام بخير الحمد لله يا رب تكون احسن والمولود جه وتمام والحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلمك بقول لك كنت عايز اسالك على حاجه خير مفيش اخبار عن عم حمدي عم حمدي الاخبار كلها تمام هو دلوقتي زمانه جاي هو كان ضارب لي تليفون من قيمه خمس دقائق فاكيد زمانه دلوقتي على السلم هو كويس بخير الحمد لله هو كويس بخير الحمد لله ما تقلقيش ما تقلقيش هقول لك على حاجه كويس ان احنا خلصنا من الزفت اللي اسمه سليم ده واتحبس الحمد لله الايام هي اللي بينت كل حاجه وكشفت البني ادمين على حقيقتهم فينك بس دلوقتي يا عم حمدي انت اتاخرت ليه سلام عليكم سلام يا عم حمدي حمدي اتفضل الله يسلمك ازيك عامل ايه ايه الاخبار عن سليم ايه اخبار القضيه اتحبس ولا عمل ايه خد كام سنه انت لسه فاكر اتحبس يا عم اتحبس ده عليه القواضي كتير مش قضية واحدة عليه قواضي كتير قواضي نصب يا بقول لك ايه شوف لنا سيرة تانية من ده المهم يا ابن الحلال انت ربنا انقذك منه وانا ربنا انقذك كمان من الحيتان اللي في السوق نقول الحمد لله على السلامة ان انت عرفت تطلع منهم الحمد لله الحمد لله يا محمد الحمد لله الحمد لله يا ابني الحمد لله ربنا سترها معاك ربنا يبارك فيك يا عم حمدي انا عايز اقول لك على حاجه نعم اتفضل عشان تكسب وتقدر تقف قدام الحيتان دول لازم تبقى حوت زيهم
لازم تبقى حوت زيهم، مش لازم تبقى نصاب، ومش لازم تلعب من ورا ومن تحت. لا 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 لا، شوف الطريق الصح احسن. وانا مربيك على ايدي يا ابني، وعارف ان انت ماشي صح. فربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا ابني. شكرا لك يا عم حمدي وعلى وقفتك جنبي. وخلاص قصة الحيتان دي انتهت من زمان، ما عادش فيه حاجة ولا اي حاجة. شكرا مش على حاجة، تزاي ابني، تزاي وجاتي، تزاي وجاتي. ربنا يخليك يا عم حمدي. شكرا لك يا عم حمدي، شرفت ونورت والله يا عم حمدي. انت مش عايزين حاجة مني؟ ربنا يخليك يا عم حمدي. ربنا يسترها معاك، ربنا يسترها معاك. ربنا يخليك يا عم حمدي، انت مقفول وتستاهل كل خير. الله يخليك يا عم حمدي، شكرا. يلا سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. طيب قوي يا عم حمدي، بحبه قوي. الحمد لله على في منزله ابويا. المهم بس انا عايزه اقول لك كلمتين دلوقتي. اتفضلي. عايزاك تخلي بالك من نفسك ومن ابنك اللي جه على وش الدنيا ده، ويا ريت تربيه صح، تربيه كويس، تعلمه القيم والاخلاق والدين والمبادئ، وابعد عن اي حاجه وحشه ترد سمعتك قبل بعد كده او ترد بيها. انت عارفه ان ده طريقي، انا عمري ما مشيت في حاجه وحشه. انت خطير غصب عنك وخلاص، ولا حصل حصل. ارجو واتمنى ان هو ده يكون درس انت اتعلمته منه. الحمد لله. الحمد لله. لله. ده عشان انا نيتي طيبة ونيتي صافية، فربنا سبحانه وتعالى ظهر لي الحقيقة. الحمد لله. الحمد لله. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. الله يخرب بيتك يا حسن. انت فين يا حسن؟ سيب اللي في ايدك دلوقتي حالا وتعالى لي. بلا اهلا بلا زفت، تعالى لي. مش في المكتب، انا في الفيلا، تعالى لي بسرعه. اقفل التليفون الاقيك قدامي. يلا يا حسن. السلام عليكم. سلام يا سيدي. شوف ساعتك تكليف. اوعى ده ظابط. اتفضل. فضل حظابط في أجازة مفتوحة لحد ما ننتهي من التحقيق. دي ساعتك كويس. لما تعرف تجاوب لنا على أنت كنت فين؟ شارع جامعة الدول وفي المريوطية وفي كل حتة، عامل ده تتنطط زي الفرقع لوز وتسيء سمعة الداخلية، نبقى ساعتها نعرف براتك. اتفضل يا حظابط. معلش يا فندم عشان نيجي في ساعتك. خلاص يا حسن، الموضوع خرج من إيدي يا حبيبي. اتكل على الله. حاضر يا فندم. حاضر. السلام عليكم. سلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. الو. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا. مين محسن؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. اخبار سيادتك ايه؟ ايه يا محسن، هبطل العصابه كلها؟ الحمد لله طبعا يا فندم، بفضل توجيهات سيادتك. وكان معانا سياده اللواء المنياوي وسياده النقيب اشرف وامك القبض على العصابه كلها، والحمد لله يا فندم كلهم. كلهم؟ كلهم يا فندم طبعا. طيب بكره محسن هات لي التقرير وتعالى. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. هكون عند حضرتك بكره يا فندم. كلامك أمر يا فندم، تحت أمر سيادتك يا فندم. ماشي أوكي، مع السلامة. مع السلامة. اتفضل حضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك يا فندم. ادخل. ازيك يا محسن؟ الحمد لله يا فندم. عملتوا ايه؟ طبعا بفضل توجيهات حضرتك أمين اللواء المنياوي وسيادة النقيب أشرف، طبعا انا كنت معاهم بالقبض على العصابه كلها بالكامل. فضل توجيهات حضرتك طبعا. حضرتك يا فندم المعلمه جمالات، هشام البلشي، وعند حضرتك طبعا تمر حنا دراعهم اليمين، وده التقرير كامل بكل اللي عملوه يا فندم وتحركاتهم كلها. اخيرا يا بلشي وتمر حنا، الله ينورها، الله ينورها مصر. حضرتك طبعا العصابة دي كانت تشكيل عصابي رهيب جدا. احنا في البداية رجعنا زوجة ادهم بيه طبعا السيوفي، رجعناها الحمد لله للبيت عندها،
وطبعا لما عملنا طبعا ادهام على العصابه وجدنا حضرتك عدد من الاطفال رهيب جدا كانوا واخدينهم تجاره اعضاء. الحمد لله بفضل الله قمنا بتربيع كل الاطفال لاولياء امورهم. طبعا حضرتك ما بالك حضرتك بقى من المخدرات، عدد رهيب جدا 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 من المخدرات. انا مش عارف العصابه دي كانت شغاله ازاي في البلد دي، كانت ناويه تدمر البلد دي يا فندم خالص. يا محسن انتوا خدمتوا القانون والعداله كويس جدا، انا اشكركم، وانا ان شاء الله لكم مكافاه خاصه ولكم شهادات تقدير. انت ما تعرفش العصابه دي عملت ايه في مصر وعملت ايه فينا. الحمد لله، فالحمد لله بفضلكم ان انتوا قدرتوا تمسكوهم وجيبوهم. انا اشكرك واشكر باقي اللواءات، وان شاء الله هديكوا ان شاء الله يومين او ثلاثه وهتيجوا لوزاره تتكرموا، وربنا معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك، تحياتي ليك. تمرني بقى خدمه الفندق. ربنا يخليك، شكرا. تحيا مصر. مع السلامه يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا مع سيادة الوزير الداخلية التي نشرف فيها في مصر، التي قامت بالقبض على العصابة الخطيرة التي كانت تسرق الأطفال وتبيع أعضائهم، ودي كانت جريمة خطيرة جدا ستودي بحياة كثيرا من أطفالنا وأسر المصرية كانت في مأساة كبيرة، وأيضا المخدرات اللي كانت بتودي بعقول شبابنا الكثيرين. احنا الحقيقة بنشكر الداخلية المصرية جدا على كل ادوارها الجميلة وعلى انها بتقف في ظهرنا، ربنا يحميهم. والان مع سيادة الوزير نسأله عن ملابسات الجريمة بالضبط. مساء الخير سيادة الوزير. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ احنا طبعا في خير وسلام طول ما حضراتكم بتحمونا، الحمد لله ربنا يبارك في عمرك. والله الحقيقة العصابة دي مكونة من اخطر مجموعة، قطعا معانا معلمة جمالات، طبعا دي ست خطيرة جدا، معاها هشام البلشي ومعاهم طمر حنة، دول من أخطر العناصر على وزارة الداخلية. فالحمد لله بفضل جهود الوزارة وبفضل ضباطنا الأكفاء تم القبض عليهم في فترة وجيزة من الزمن، هذا بخلاف إن هم هياخدوا الجزاء الرادع بتاعهم. العصابة دي كانت بتقوم بخطف الأطفال وسرقة أعضائهم، وكانت بتشتغل في المخدرات من أماكن معينة مستترة تحت مسمى وآخر. وطبعا العصابة دي قعدوا فترة طويلة من الزمن، لكن بفضل رجال الشرطة وبفضل الناس المخلصين قدرنا نقبض عليهم، ما سبناش فيهم حد، وإن شاء الله هياخدوا الجزاء الرادع للي هم عملوه والجريمة الشنعاء اللي هم ارتكبوها. احنا بنشكر ربنا اولا ان رزقنا الشرطة المصرية القديرة، وبنشكر حضراتكم جدا وارواح الشهداء من الداخلية كي نعيش نحن في امان، مصر في امن وامان كما ذكرها الله في القرآن بفضل الجنود في الشرطة والجيش. جزاكم الله خيرا، وشكرا سيادة الوزير على كل الدور اللي بتقوموا بيه، وشكرا لكل الشرطة المصرية. وبكده احنا غطينا الحدث اليوم عن الجرائم التي كانت تثير الرعب في الأسر المصرية، الخوف على أطفالهم. النهاردة الأطفال تقدر تلعب في الشارع بأمان، النهاردة نقدر نأمن شبابنا ان هم مش هيكونوا بيتعاطوا المخدرات بفضل ربنا والشرطة المصرية الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أعزائي المشاهدين، احنا اليوم معنا لقاء مع أحد رجال الشرطة المحترمين لمعرفة ملابسات القبض على العصابة الخطيرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ممكن حضرتك تعرفنا طبعا كيف تم القبض عليهم؟ هو طبعا بفضل توجيهات سيادة الوزير وسيادة اللواء المنياوي والنقيب أشرف قمنا بالقبض على العصابة كلها بالكامل. طبعا العصابة دي كانت بتهدد أمن الدولة وكانت بتهدد أمن البلد كلها. كان في رجل أعمال مشهور جدا أدهم السيوفي، طبعا العصابة دي قامت بتهديده وخطف زوجته، والحمد لله طبعا بفضل الله طبعا أولا وبفضل رجال الأمن، ثانيا قمنا بمداهمة العصابة قمنا بالقبض عليها ورجعنا طبعا الزوجة بتاعت أدهم بيه.
لمكانها ولبيتها سالما، وقمنا بترجيع الاطفال الموجودين كلهم، لان كان عدد كبير جدا من الاطفال كان مخطوف طبعا لتجاره الاعضاء. طبعا الحمد لله مصر بخير ورجالها بخير ودنيتها كلها بخير. طبعا ده غير تجاره المخدرات، كان طبعا عدد كبير جدا 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 من انبولات مخدرات بما فيهم برشام بما فيهم حاجات خطيره جدا. بفضل الله قمنا بعمل تام ورجعنا الامان تاني لمصر. طبعا بشكر حضرتك يا فندم، طبعا وبنشكر رجال الشرطه اللي ساهموا في القبض على هذه العصابه الخطيره، والحمد لله رجع لمصر الامن والامان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اليوم لنا لقاء مع رجل الاعمال ادهم بيسيوفي عشان نعرف ملابسات جريمه خطف زوجته، وكيف حدثت هذه الجريمة، ونطمئن على المواطنة زوجة رجل الأعمال. السلام عليكم يا ممكن حضرتك تشرح لنا ملابسات خطف السيدة زوجتك؟ تمام. حضرتك شرفت الدنيا ونورت الدنيا كلها. كتر خيرك، ميرسي خالص، الدنيا منورة بحضرتك، وإن شاء الله حياتك تنور أنت وزوجتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هو طبعا خطف مراتي تم عن واحد اسمه محمد سليم، ده كان شغال معايا اصلا وكان دراع اليمين، بس هو تحالف مع المافيا عشان يخطف زوجتي مها. ولما زوجتي مها اكتشفت ان هو حطت ايده في ايده المافيا، وتم تصوير فيديو، وطبعا زوجتي مها ورته لي طبعا. فلما يعني قمت انا بتهديده وتم رفضه، فالحمد لله من خلال كده تم القبض عليه، يعني الحمد لله. يعني الحمد لله طبعا، ده شكر كبير لربنا سبحانه وتعالى ان اعاد زوجتك لحضرتك، وشكر للداخلية المصرية والكفاءة بتاعت حضرتك. الداخلية المصرية كان ليها دور كبير. تمام. طبعا اللواء المنياوي اصلا حضرتك ما تعرفيش انه هو ابن عمي. تمام كده، ما شاء الله، هو شخصية رائعة. انا عملت اللقاء مع حضرته سيادة اللواء، شخصية موقرة محترمة جدا. والله هو اللواء المنياوي الفضل ليه طبعا بعد ربنا، هو سيادة الوزير، والحمد لله تم رجوع زوجتي معه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا اشكر المنياوي بيه واشكر رجال الداخلية كلهم، وطبعا صوت الحق دايما هو اللي بينتصر في النهاية. أكيد بنشكر حضرتك على اللقاء الجميل، وبنشكر الله وبنشكر الداخلية المصرية على الدور الكبير وعلى الأمان اللي احنا عايشين فيه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ادخلوا مصر آمنين. مصر آمنة بالجيش وبالشرطة، وربنا يحفظ لنا الجيش والشرطة وسيادة الرئيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.